لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أشهد لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول 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 الله. جزاك الله خير. عامل إيه؟ عامل إيه؟ حي الصلاة يا للسلام. في الجامعة سلم على أم السيد وعلى أولاده. الحمد لله الذي شرع فأحكم ما شرع، وصنع فأبدع صنع ما صنع، شرع شرائع الإسلام فأحكمها، وابتدأ صنائع الإنعام فأتمها، وأبحار سحائب الآلاء فخصها وعمها، أعز من شاء بفضله ورفع، وخفض من شاء بعدله ووضع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وصحبته من بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، فإن حكمة الله البالغة وتشريعه البديع اقتضى أن يعقب شهر رمضان بأشهر الحج، لينتقل المسلم من موسم إيماني إلى مثله، ومن موقع روحاني إلى آخر، يتنقل بين أفياء إيمانية وظلال ربانية، فتبقى جذوة الإيمان في قلبه مشتعلة، ومشاعرها في نفسه ثائرة، فلا يكون اتصاله بربه وعلاقته بخالقه مرتبطة بمناسبات الزمان والمكان، بل ببقاء جذوة الإيمان في قلبه على تغاير الأحوال وتقلبات الزمان. إنها الحكمة الربانية في التشريع، والإحكام الإلهي من الخالق البديع، فسبحان من شرع فأحكم ما شرع، وخلق فأبدع ما صنع. إن ذلك يلفتنا إلى أن حياة المسلم كلها لله، كما قال جل شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وب
وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ان